I'm happy because حاولت اطبخ رز وحد قرر انه يطبخ رز مره تانية. انا عمري في حياتي ما سمعت ان حد ان انا اخلص طبيخ الرز وبعدين اطبخه مره تانية. ميرسي يا عمر، شكرا. This is Omar's rice. This is what he calls rice. See how black it is? هو الرز بقى اسود من تحت اصلا، مفيش رز والملزق لدرجه ان لو حاولنا ان احنا نحط رز على الطبق ما بينزلش. Shame. How's the sticky rice, huh?